خلينا مع حضراتكم نستقبل سيادة السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير سيادة السفير. أهلا، مساء النور. بهني حضرتك بهذه الذكرى العطرة، فكرة انتصار الدبلوماسية واللي خلتنا نعرف نوع جديد من الدبلوماسية. تقريبا مصر هي البلد الوحيدة اللي أخذت أرضها من إسرائيل. ده مظبوط. دعيني في البداية أيضا يعني أكرر التهنئة مثل سيادتك للشعب المصري ولمصر بلدنا الحبيب في هذه الذكرى الطيبة، ذكرى اكتمال عودة واستعادة أرض مصر بالكامل وسيناء. وزي ما سيادتك ما قلتي كانت فعلا يعني هذه هي القضية اللي يمكن الوحيدة من نوعها التي أسفرت عن استعادة دولة عربية لكافة أراضيها من إسرائيل. حقيقي حضرتك كنت موجود في سفارة مصر في لندن في أثناء المفاوضات أو الأخذ والعطاء عشان ناخد أرضنا بشكل دبلوماسي، وده يمكن الطريقة ما كناش متوقعينها تنجح مع إسرائيل، ولكن الدبلوماسية بتاعتنا دبلوماسية مميزة. خلينا نسأل حضرتك على ذكرياتك في هذا التوقيت. يعني بداية احنا تابعنا طبعا في يعني قبل لندن وخلال تواجدي في وزارة الخارجية، وكنت أعمل وقتها مع السفير أحمد ماهر الذي كان في ذلك الوقت عضو في الهيئة التفاوض والفريق الذي يعني شهد عملية التحكيم، وكان مديرا بعد ذلك للإدارة القانونية. الحقيقة زي ما سألتك ذكرتي الدبلوماسية، هذا يعتبر نجاحا للدبلوماسية المصرية، لأن عملية السلام منذ بدايتها هي عملية تفاوضية دبلوماسية شاقة تعرضت لكافة الجوانب استعادة الأرض، ليس فقط طابة إنما من قبل ذلك كافة جوانب ما يتعلق بسيناء والتوصل إلى اتفاقية السلام. وكان هناك وفدا مصريا كبيرا يمثل كافة مؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية أو ما نطلق عليها وقتها وزارة الحربية. وطابة كانت هي النقطة المتبقية في خلال هذه المفاوضات قبل اتفاقية معاهدة السلام، وبالتالي الوفد المصري كان حريص أن لا يترك هذا الموضوع بشكل غير حازم، وتم الاتفاق وده أيضا بعد معركة دبلوماسية كبيرة على أن يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي. ثم بعد ذلك بدأت مسيرة أخرى ومرحلة أخرى من مرحلة التفاوض الدبلوماسي ومعركة دبلوماسية طويلة نجحت فيها الدبلوماسية المصرية بامتياز، وهي معركة النجاح في خوض تجربة التحكيم وعرض كافة الدفعات القانونية التي تمثل وتثبت حقيقتنا طبعا التاريخية، إنما الحقية التاريخية والمشروعية أو الشرعية الدولية يجب أن يساندها ما يعني الحقية القانونية والمستندات والوثائق والحرائق، وهذا ما نجحت فيه الدبلوماسية المصرية كما ذكرت سيادتك. وعلى رأس الوفد المصري كان الدكتور مفيد شهاب، وضم أيضا نخبة كبيرة من السفراء الدبلوماسيين وعلى رأسهم دكتور نبيل العربي والسفير أحمد ماهر. وهنا يعني أود أن أذكر أن دكتور نبيل العربي بعد ذلك شغل منصب في عضو هيئة التحكيم بمحكمة العدل الدولية. دور المجتمع الدولي في عودة ونصرة مصر بأنها تأخذ أرضها كاملة، وفكرة كمان بالحرب خدنا يعني بال73 رجعنا جزء من أرضنا والباقي بالدبلوماسية، ده اللي كان العالم كله يمكن مش متخيله قوي، لكن كان في استجابة دولية. طبعا الاستجابة الدولية شيء، وموضوع التحكيم والمحكمة العدل الدولية هذا أمر آخر، إنما كما ذكرت سيادتك كانت هناك يعني مساندة دولية. حرب 73 فتحت الباب لقبول هذه الدبلوماسية ومساندة مصر بشكل قوي، يعني القوة فرضت طبعاً نفسها قبل الدبلوماسية. ده الدبلوماسية يعني في علم السياسة الدولية يعني لا يكفي حسن النوايا، إنما يأتي هناك المصالح ويأتي هناك لغة القوة، القوة الاقتصادية، لا حد فقط القوة العسكرية، قوة الدولة ومكانتها. بدون حرب أكتوبر لم يكن يتسنى لنا بدء عملية السلام، بدون عملية السلام لم نكن نتوصل إلى قضية طابة. المجتمع الدولي كان مساندا لمصر، لأن طبعا إن لجوء مصر إلى السلام والرئيس السادات وتحركاته
أوجد لمصر شرعية دولية وضخم كبير كبيرا كان مشروعا وكان يساندنا منذ البداية. عملية التفاوض والتحكيم كان هناك جانب كبير هو الحصول على كافة المستندات خاصة من الجانب البريطاني الذي كان وقتها هو الذي يعني فترة الانتداب البريطاني على مصر قبل الحكم العثماني فيما يتعلق بترسيم الحدود عند هذه المنطقة الحساسة، وهذا ما كان موضع الخلاف أين يتم ترسيم الحدود والعلامات، الجانب الإسرائيلي وجانب يطالب بفرض عند خط معين في مصلحته ومصر تطالب بالشرعية الدولية. وحقيقة وجدنا مساندة كبيرة من كافة المكتبات من كافة الوزارات وعلى رأسها كانت المكتبة البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية حيث كنت أعمل في ذلك الوقت في سفارتنا في لندن، وكانت الوفود المصرية خاصة مدير الإدارة القانونية السفير أحمد ماهر والدكتور نبيل العربي في رحلات مكوكية ودؤوبة مستمرة على مدى الشهر للحصول على كافة الوثائق والدفعات التي تساند حجتنا، والحمد لله وفقنا في ذلك بنجاح كبير. دايما إضافة ودايما الدبلوماسية المصرية مميزة. عايز أقول يمكن الفترة الأخيرة كمان كان في يعني نجاح وإضافة للدولة المصرية من الدبلوماسية المصرية في الفترة الأخيرة. بشكر حضرتك جدا سيادة السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية الأسبق.